بسم الله، ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأنجيناه وآله، مك المقصد ذاك القبيل تاع كما تو قال كنتم كومينوتير، أنتم قاعدين تسعوا بس عددكم يكبر وقوتكم تستفعل أعلى، ما يش بش نسكت سيباراتيسم هذا الانفصالية، هذا شيء ما أنا رافضينه كما رفضوا بعض الأسبان سيباراتيسم في جنوب إسبانيا. أنتم بديتوا توا فتنة حتى حد ما يجب يوقف إلى ربي. إذا كان نحن نصوم سيباراتيس في حقنا أن نأكل ما أحله الله حلال، اللي وزير الداخلية المشؤوم قال كيف هذا، لا يعجبني هذه الإشارة لي الحلال، وعجبك شي يقتل الآخر يقول لك كشاه كما كان كلب اللي كان رئيس فرنسا، معناه يقول كشاه، يقولها بمنطق اليهود، منطق المستعظمين المستكبرين، هذا كان ساركوزي المشهور المتغطرس اللي قاعد يعاني من اللي يكونوا السلطة ما عادش في يده، مات قضي عليه سياسيا، وهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على من استعمل كلمات اللي يقصد بها كما تقول، لو تبحث شوية في مقاصد الخبيثة اللي أبقاها في السر والكتماء، لا رأيت أن هذا عرفه الله، وكيف لا يكون الله عارف، وهو بخلق عليم، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير اللي يكسبر ميرو. يا ناس، شكون قال لك ربي مش عدى فيه بك المرارة اللي يشعر بها اللي منع عنه السلطان اللي كان يصول وجود فيه في العالم الكل؟ هذا وزير الداخلية ما عجبوش، أما كشير يعجبه لأنه صهيوني والعرق عليه صهاينة، وتحبوا البلاد هذيك تكون في محلية عند الله، إيه مش محلية لخاطر كلبه من الكبير. ما أنا قال أنا لم أقصد الإسلام، تجي كل الإسلام في كل مكان في أون إيتا دو كريز بارتو دو لو موند، تقول ما قصدتش هذا، تعبت قلت كرئيس دولة قلت هنا المهم المسؤولية في كلام وفي مواقف، هذا جبن، وهذا كما تقول أنت ربع ذنب، ربع عذر أقبح من ذنب، نسأل الله السلامة.